هنروح بقى لزميلنا شريف شعبان نعرف منه الاجواء. احنا بنتكلم على 48 ساعه بتفصلنا على المباراه، الاهلي سافر بدري عشان مرحله تعايش. خدوا بال حضراتكم الجو هناك مختلف عن مصر بشكل كبير، هناك عندهم تقريبا صيف، الجو يعني الحراره مرتفعه، في نسبه رطوبه عاليه، وده مهم انه الاهلي او لعيبه الاهلي تتعود عليه بشكل كبير. واضح انه في اهتمام على المستوى الجماهيري والاعلامي كمان في اداره سيمبا. نشوف بقى ونتعرف على يعني يوم النادي الاهلي النهارده وعلى الاجواء بشكل عام طبعا قبل المواجهه المنتظره. زميلنا شريف شعبان مراسل الاهلي من تنزانيا هيكون معانا على الهواء. مساء الخير يا شريف. مساء الخير تحياتي ليك يا زميلي احمد وساره ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اهلا بيك يا شريف. بدايه كده تدينا فكره عن الاجواء العامه في تنزانيا يعني قبل ماتش الاهلي مع سيمبا بيومين تقريبا، تكلمني على الاهتمام الجماهيري الاعلامي، اوضاع الفيروس كورونا هناك ايه، التحضير لاستضافه المباراه. وانا سمعنا امبارح يمكن كان معانا احد الاعلاميين من تنزانيا في السادسه وكلمنا على انه هيسمح ل 30,000 من جماهير سيمبا انها تحضر المباراه. انا سمعتك الاول بتتكلم عن درجه الحراره فعلا هنا في تنزانيا صيف، صيف الصيف كمان يعني درجه حراره حاجه 30 32 33 بالنهار، بالليل 28، الرطوبه عاليه جدا جدا جدا، مع لبس الكمامه كمان حاجه صعبه جدا جدا، ولكن ربنا يعاون باذن الله على بعثه النادي الاهلي وترجع بالسلامه باذن الله، منصورين باذن الله بعد الفوز باذن الله باذن الله. والمباراه هيكون ميعادها بدري كمان يا شريف. تمام، المباراه باذن الله هتكون في الرابعه عصرا يوم الثلاث بتوقيت تنزانيا، الثالثه عصرا بتوقيت القاهره. ولكن مستر بيتش موسيماني بيمرن لاعبي النادي الاهلي الساعه 2 الظهر عشان يبقى الجو اشد حراره كمان من الساعه 4 عشان يتعودوا اكتر على الاجواء، وبالفعل امبارح والنهارده بدات لاعبي النادي الاهلي التعود على اجواء في تنزانيا رغم حراره الجو الكبيره جدا، ولكن لاعبي النادي الاهلي بداوا يتعودوا على الجو. الفندق اللي قام بيبعد عن الملعب بتدريب حوالي 3 4 دقائق 5 دقائق كتير جدا النهارده، واحنا متجهين الى ملعب التدريب. كانت الجماهير هنا بدات تظهر بقى النهارده وبداوا يعني يحاولوا يقولوا هنكسب، الكلام المعتاد الجماهيري 2 3 الكلام ده كله، ولكن هنا في السوشيال ميديا قصه مختلفه نوعا ما، بيتكلموا عن متاجر النادي الاهلي الكبيره جدا، ثالث انديه العالم، النادي الاهلي نادي القرن، اكثر انديه حصولا على بطولات، بيدي للنادي الاهلي حقه ثالث ومثلث، ولكن على نفس الوقت بيحشد جماهير نادي سيمبا عشان تحضر المباراه، ويبداوا بقى يصفوا المباراه بانها حرب ولازم نحضر ولازم ولازم ولازم، ولكن الى الان كل المستوى عن ان هيحضر 30,000 متفرج الى الان مش واضحه المعلومه بالصحيحه، الى الان هو تم طبع 30,000 تذكره بالفعل، ولكن كم تذكره بتاعت 30,000 الى الان غير معلن عدد المسموح. ممكن بكره في الاجتماع الفني اللي هيكون في السابعه مساء بتوقيت تنزانيا، السادسه مساء بتوقيت القاهره، ممكن يبقى في اجابه على هذا السؤال عن طريق مراقب المباراه ومنسق الاتحاد الافريقي. ولكن هنا الجماهير او الشعب التنزاني شعب ودود جدا، وفندق الاقامه النادي الاهلي عامل زي فقاعه طبيه داخل فندق الاقامه من الملعب الى الفندق، بيعاملوا النادي الاهلي بشكل كويس جدا، موالية بيحضر شعبيه كبيره جدا في تنزانيا، يمكن اللاعب الوحيد اللي عنده جماهير هنا في تنزانيا، والكل بيندأ له حق في التمرين او في فندق الاقامه، الناس بتحاول تلتقط معاه الصور. يبدو ان موالية هنا ليه معجبين كتير جدا وبيتكلموا انه مهاجم خطير جدا، وعلى الجانب الاخر جماهير بقى يانج افريكان بيتمنوا فوز النادي الاهلي على الغريم التقليدي هو فريق سيمبا التنزاني. الاجواء كلها باذن الله باذن الله باذن الله رغم حراره الجو العاليه جدا باذن الله مستر موسيماني بيستعد لها، واللعيبه عندها حافز كبير جدا انها تقدم اداء مشرف وباذن الله يفوزوا على فريق سيمبا. بطمنك وبطمن كل جماهير النادي الاهلي الباحثه بخير، الباحثه بتتمرن تمرينات قويه جدا، الراجل بيجرب اكثر من تكتيك، الكل اصبح جاهز لهذه المباراه، ربنا وفق مستر موسيماني في اختيار 11 لاعب يقدروا باذن الله باذن الله يفوزوا على فريق كبير هو فريق سيمبا التنزاني. بشكرك شكرا جزيلا شريف شعبان طبعا على كل المعلومات دي، بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه سيمبا يوم الثلاثاء.